انا والله على ما اقول شهيد لهذه دوجور حلمت بك يا ربي خير وسلام ان شاء الله. على ما اقول شهيد بتاتخ ماشي اول مره كنطلب شي حاجه وكيحققها لي يمكن ما عرفتش يا الله ماشي اول مره والله على ما اقول شهيد. انا راه عزيز حتى انا كندوز في الوصفات ديال مع لالا امينه وعزيزه عليا وكنتمنى بعد السؤال ديالي بعدا حلمتك والله العظيم اللي حلمت بك ولا البارح خير وسلام كان شي حاجه زوينه ان شاء الله. كنتمنى نهار نجي عقلي على لطيفه مراكش نجي للبلاطو كنتمنى باش اجي مرحبا بك عندي. باش حلمتي يا لطيفه باش حلمتي؟ بارك الله عليك ما شاء الله عليك. السؤال الاول ديالي وباش حلمتي بعدا باش حلمتي؟ باش حلمتي عاودي لينا الحلمه بعدا. واش نعم باش عاودي لينا الحلمه. الحلمه حلمت انني كنطيب معك البلاطو واللي كان وانا معك وطلبت منك. اشنو طيبنا اشنو طيبنا؟ ما عقلتش شنو طيبنا. المهم انا بيتا معك ذاك الليله بيتا معك اقسم لك يمينا والله على ما اقول شهيد وانت كل ما كنقول فيك فهي عباره لا زعما قولوها دون مداهنه. انا حاسه شوف انا حاسه الكلام اللي كيخرج من القلب تيمشي للقلب. انا حاسه لله يخطيك دون مداهنه ولا نفاق والله اعلم بالنيات لك عزيزه في القلب ماشي غير من عندي انا راه صحاباتي كاملين كيشمطوا عليك لله لا هي ما عرفتش عزيزه لا جورنيمون ديال لا جونتيس. شوف احنا احنا حنان وزوينين وانا غنقول لك احنا كانوا زمان كيقول لك الحاجه ديال الفابور نكثروا منها وماشي حين تمعنيتها الحاجه ديال الفابور لاننا ما كنخلصوهاش حاجه زوينه اللي تقدر تسعد الناس وتفرحهم. حنا ما خاسرين عليها والو. علاش اللي ما نقولوهاش وعلاش اللي ما نخليوش نهاراتنا ها نعم علاش اللي ما نخليوش نهاراتنا يكونوا زوينين ومنين نتلاقاو مع الناس نضحكوا في وجوههم ونقولوا لهم حوايج زوينين نهارات يكونوا مشوميشه. شوفي والله العظيم حبيبه والله العظيم الا زعما شنقول لك طبتها من الله وقلت يا ربي دوزوها شاده اف ام. انا شوفي غادي ناخذ نمره التليفون ديالك الا سمحتي لي ومنين غادي نخرج ان شاء الله من الاستوديو غادي نتصل بك. لا علاش تصيفط لك واتساب وانستغرام؟ لا غادي يطلع علاش نعم سؤالات الله يعطيك الصحه. تفضلي مرحبا. انت هرم انا بالنسبه لي انت هرم ديال الطبخ. نعم كنتمنى نشوفك في اللجنه ديال ماستر شيف اولا. نعم أيه؟ ثانيا علاش ما درتيش في اللجنه؟ انا كتبان لي انت يا هرم ما بين هذوك كاملين انت هرم بالنسبه لي. ثانيا السؤال اللي بغيت نشوف واش لان توحشناك بزاف في الجديد مسلسل كل شيء في سلسله في سلسله ديال الشهيوات جديده بحله جديده. نعم كاينه ولكن شوف لا لطيفه شوف لا لطيفه هي سلسله كاينه ولكن كاينه في اليوتيوب في القناه ديالي ديال شوميشه ويب تي في. ياك شوفي فراسك انا اونتر بارونتيز انا راه بعدا محظوظه لانك جاوبتيني اليوم على التليفون. ياك لهلا يخطيك بارك الله فيك. الواتساب وداك الشيء ولكن انا اليوم وانا غادي نزيد لك واحد الحوايج اخرين اللي حتى واحد ما عارفهم ودابا غادي نسمعهم لانه حتى عماد ما عارفهاش. انا درت بديت كندير برامج عبر العالم ديال الكوزينه. اول حلقه على المطبخ التايلاندي في تايلاند في بانكوك غادي نحطها في اليوتيوب في الاذاعه ديالي السيمانه الماجيه. فيمكن لك تشوفيها الا كيعجبك هاد الاشياء هادي يمكن لك تشوفيها. وكذلك السلسلات كاينه سلسله جديده بوصفات جديده ولكن كنحط الحلقات كلهم على القناه ديالي في اليوتيوب. شوفي اختي شوميسه نعم الزين نعم الغزاله راكي محبوبه. وشوفي لطيفه بلا مكياج لطيفه غزاله وبزاف بالمكياج عاوتاني كتجي كتهدي لطيفه اسمح لي. التليفون ديالي راه هو صافي لطيفه انا غادي ناخذه عندك تعطيه في الراديو ما تعطيش في الراديو غناخذه في ستاندار. لا تفاق تعرفي بان السؤال نعم حبيبه ديالي انا غير كنجتهد وكنتمنى ندوز معك. شوف اللي مهم هو اننا نكونوا كنحبوا الاشياء اللي كنديروا ماشي نكونوا علماء فيهم. انا ماشي شي وحده غنقول لك نفتخر عليك ولا شي حاجه انني كيعجبني نجتهد. خرجوا هما مشاو خوه البلاطو خلوه لي بوحدي. بارك الله عليك سي شوميسه ربي يخليك حبيبتي تبارك الله ما شاء الله عليك وربي يحقق لي انني على الاقل دويت معك. ربي يخليك حتى انا اسعد انا من انا اسعد والله لا انا اسعد. شكرا اختي شوميسه بارك الله شكرا ياك شكرا لي شكرا الله يهديك. لطيفه خص تعرفي بان السؤال الثاني بيون السؤال الثاني شكرا بزاف.